خليه يكسب بعض، خليه
بنعمل فاكتوريال، خلية بنعمل فاكتوريال، خلية بلس وسيس، وخلية بلس وسيس. ده اختصار بيت جديد. الخلية دي تسوي بعض سو ايرلي، سو ايرلي. وبالتالي الرسمة اللي موجودة هنا فوق ديت اللي هي أول رسمة في الكابسة اللي موجودة. ده عامل هنا كده من فوق اللي هو زي بتنفعل، عامل لنا خليتين. خلية بس فرقت خدتها وراحت كده، والخليتين سابوا بعض، دي عملت بلس وسيس وبلس وسيس. ولا بقت هنا كده انيوتيك وكورنيوتيك وعملت الاثنين سابوا بعض في اليوترس، ده بالبلاسنتا وبلاسنتا وفرينيكا وفرينيكا. هل عايزين دول ايدنتيكال ولا نون ايدنتيكال؟ ايدنتيكال. بس الاختصار حصل فين يا ولاد؟ بس انت دي لما بتعملها صغار تلاقي دي بلاسنتا ودي انيوتيكا ودي كورنيوتيكا ودي كل حاجه. يبقى كل حاجه غلط. بس في نفس الكلام زي مين؟ زي ده زي ده زي مين يا ولاد؟ زي ده. السبب كده ان الاختصار من الخلايا حصل ايه؟ تو ايرلي. طب انا استنى بقى. احنا عندنا البولي ده الكويت، وبعد ما عملت مريول عملت فيها حاجه اسمها بلاستوسيس لحد السرحيه. البلاستوسيس دي اول ايه بقت كده، والبلاستوسيس بتاعها مفرغ سترفو بلاست عليها سايتوسنتيك وكده ماشي الحمد لله. وطبعا لنا الطلبه الصحيين الامن بلاست اللي هو شويه الخلايا دي اللي اسمها امن بلاست اسر في مجموعتين، مجموعه امن بلاست ومجموعه ثانيه امن بلاست. طبعا شركه الدوره اللي بعد كده لسه اكسترا بريد بتدوره كده بنفس الكوريوني كاب، الاثنين بنفس الكوريوني كاب. بس دايما الامبريوني تيست بيكتب بلس وهايبر بلس، الامبريوني تيست بلس وهايبر بلس، وبيعملوا امنيوس كابتي امنيوس كابتي ويوكس هاك ويوكس هاك. بس الاثنين بنفس البيه يا جماعه الكوريوني بريد. ايه؟ على مين؟ انا قلت ايه؟ امن بلس يبقى امبريوني بلس. جميل. قالوا ليه لو جينا مع بعض قسمناهم الاثنين، وفي الحاله دي الامبريو بلس قسم الاثنين. لو بصينا كده في الرسمه دي اللي في النص، الخط اللي في النص، ايه اللي حصل؟ التركيبه اللي فوق ثابته يا ولاد لما كده اللي هي اتقسمت اللي هو زي ما اتفقنا. وصلنا دي المرحله اللي هي اسمها بلاستوسيس. والبلاستوسيس اتجرى من بره تروفو بلاس ومن جوه امبريو بلاس، اتقسم لمجموعه ومجموعه. المجموعه دي بتوع الجلود، دي تسوي تعب العين ودي تعب العين. ودي لما تيجي تعمل العين لما حد سرحان اللي بيحصل فيها ايه؟ قالوا ليه لو بصينا كده ايه اللي بيحصل بقى؟ قالوا بص يا دكتور دي الخلايا دي لما بتعمل العين ودي تعمل العين لما كانوا الناس براحتك كانوا بيعملوا عين بقى. طب دي لما كده الترتيبه دي كلها اسمها بلاستوسيس، والبلاستوسيس دي بتبقى لها كارثه في الغرفه بلاست يبقى ايه بسايتوم سنسيتي وكوريوليك وكده. الكابت اللي كان ده كله اسمه كوريين بيزك شمال، والبلاستيك هتبقى متصله مع بعضها اليمين مع الشمال الاثنين مع اليمين. بس كل عين منهم بقى هيبقى له ايه؟ هيبقى له امنيوت كابتي ويوكس هيك لوحده، بس الاثنين في نفس الكوريين اللي هي ولاد بيزك في النظر بتاعي او كده. طب قلتكم بقى لما مرينا المرحله قلع، ودي قلع اللي هو بقى من الثلاث مجموعات، ان انت عملت ايه؟ عملت بلاستوسيست عادي وعملت ايه بلاستوسيست عادي. بالبلاستوسيست عملت امبريونيك ديست واحد ما اتكسرتش بقى، وجيت البريونيك ديسك بتاعه بعد ما اتعمل سنجل البريونيك ديسك باي لامينر بدا ينقسم يجوا الانقسام التشكيل مشكلته ده ويبدا الاثنين خلقوا مع بعض عملوا كام في واحد هم لسه كانوا واحد ايه وخلقوا بقى نفس ساك واحد والاثنين هيبقوا جوه نفس عملوا كام في جاب في نفس اليوم سيت هم الاثنين نفس القصه. بس الاثنين دول يجوا لما بيحصل انقسام بينهم ما بيبقاش موجود ما فيش سماعه مع السيامس اللي هي كونفرنت وينز وتلاقي الاله مع بعضها وطبعا المكان اللي ما فصلش بقى هذه الاله مش كده ولا لا. الرسومات اللي عملها الكتاب ديت رسومات حلوه لان طبعا في ديفرنت تايبس من لازم ببطنهم لازم بظهرهم في لازم براسهم لو حد فينا شاف المنظر ده ولا كده كل اللي هي الجبلين اللي هي كونفرنت وينز تمام. كان زمان الاله محكوم عليها بدون شبر من موت صلاه دلوقتي عملت في السعوديه عملت في خدوا غير قميصه في الرياض عاملين شغل غير قميص جايبين خبراء امريكان طبعا ومن دول بتاعته بعد كده بتاعته دي طبعا الامكانيات الرقميه اللي معايا ممكن تكلف مليار مليون من الريال
زي الدنيا. لكن انت بتفصل في حته قدام عالي من هناك فانت عوضه بكسيتيك ماتيريال لان جيت لما تتحط ولا جزء جوه اللي هتعوضه من عضلات الريبس اللي هتعوضها شو تاني يعني مش مجرد هجيب واحد وتشوفه تعمل لك اللي هو تحطه وتدي له نقطه مش كده مش كده يعني اصل كنا عايشين عايشين كده لطيف يعني مش كده مع بعض فبنجيب مع بعض عشان تبقاش عمليه سوسي في الوقت اللي قاعدين وتصحى اللي هي الرياضه خلي كل الفرق فبنجيب مع بعض فقصه مختلفه طبعا انت لو هتحصل دي كومبليت ايرنت
الجاية اللي بنص في الاسمان
اتفضلي يا بنتي وليه ما تقولش الله طبعا وده مين كده اتفضلي وده مين اتفضلي وليه لا انا بص على التيكي من انهي جنب كده وليه القمر ايه بصها من فوق فربنا قلنا مع بعض في السرير ده قال دي حطيت على سمعك البصتها كده بصتها كده دي قلت لها ما حدش سرحان اهو التيكي بتاعت بصتها كده ميت الورق لا ميت الكوبر برونكر ولا السيركل سمولر وبينهم كده اسمها انتر كوبلر اريا في ايمنز اسمه انتر كوبلر ايمنز مكتوب ميت التيركل ولا الكوبر تريشن ده كان قبل بعد كده لسه الصف ده قدر استشهاد ده هو الصحيح يبقى ده ميت جوانب ده كده القمر ايه بتاع دي الناس اللي ذاكر ايه المنظر بتاعي الارض دي ارض الباتيريا الباتيريا من قدام خشنه وليها ايه بس تحت وليها اللي فوق لما تيجي ورا لما بص على الباتيريا من ورا اللي هو الرقم يخش البر اللي بيطلع منه اللي جاي بتاع باتيريا امتداد الكوادرسيس فيروس اما القمر بارت از سموث مقسوم للارج ده كربارت سمول دي ده بارت دول بيناموا على الباتيريا سيرفس العضو فينا ولاد الفيما وبالتالي مركز اسفلتين العضو اللي عمل ان جوينت على ثلاث اضماط ثلاث اضماط اللي هو الايد بتاع فيما القمر ايد بتاع تيجي باك وباتيريا الشطار جدا 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 الفيما هي عضو الماسك بمعنى الباتيلا تركب على الفيمر والتيبيا تحت الفيمر والباتيلا مش عاملة ارتكيليشن مع التيبيا يبقى بالتالي الباتيلا بتاعتي راكبة على عضلة مية ولاد الفيمر من قدام والفيمر راكبة على التيبيا من فوق ويبقى كأنك انت مفيش ارتكيليشن اتصال مفيش يعني مفصلية مفيش ارتكيليشن اتصال بين مية ولاد باتيلا ومية ولاد مش كده ده كلام ده بالنسبة للعضل وبالتالي كده احنا عرفنا العضل ده هيعمل جوينت مين اللي بعت لنا بديل على جوينت ليه كبسول الكبسول ده فيه ثلاث اركان تسمعها كويس جدا وانت شاطر. اول الكبسول اللي قدام از ابسنت ويحل محل ثلاث حاجات والناس اللي سامعاني كده لما تبص كده مع بعض الليل على المنظر بتاع ده الناس اللي صاحيه ما حدش يبقى سرحان. العالم ده مين ده لما كده ما حدش سرحان هنا اه بتاعت عاوز مين تيجي
هنا وانت البيت انا صار انت ما استعملتش كبسوله هنا بالقليل انا كبسوله ده بس انت عارف اصحاب المحل المحل محله ثلاث حاجات في ثلاث حاجات ديت الاخوات السيكس والمدلة واللي كمان طبعا الدلتا كبسوله الجدال المشاكل ما هو ده السوبر من هنا اتش ده محطوط تاني سيرفيس ده مدلة سيرفيس انا ثابت على البوردر ده ثابت على البوردر ده هل انا ثابت على البوردر بتاعه ولا ما ثبتش؟ ليه؟ عشان الكبسول أصل لو انا حسبت الكبسول هنا نزلت فيه كده يبقى في كبسول قدام ولا ايه؟ يبقى التالت في الباتيلا سيرفيس على الانجن بتاعها الاثنين لما بتثبت من فوق ولا ايه؟ ولا في؟ خلاص؟ عشان هذا الكبسول متثبت هنا لهنا وهنا لهنا انما من فوق هنا مفيش كبسول ليه؟ الكبسول از ابسنت مش شرط لا يبقى الكبسول مش اتاشد على السوبر بوردر بتاع الباتيلا سيرفيس ليه؟ لان مفيش كبسول حتى دي من الاصل مش في نفس الكلام؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب بعد التمرين قال ده المنظر بتاع الباتيلا كان واصل ولا مش واصل؟ مش واصل والله هو واصل المنظر ما واصل والله المهم اللي احنا بعد دور يلا نكتب بعد التمرين بالاتجاه بعد المنظر ده من ورا بقى منين؟ اسمعوا معايا كده ليه؟ لما بص على الراجل ده من ورا اذا انت هتظهر في حاجه جديده مش كده؟ ¡Gracias!
كاتشو كي بفو أول بروف رح لا يكون ضاي لا تعرف كون ضاي كده أنا شو كده بيت مصير سكو خلاص صعب جدا إل ما إل كاتشو تاني جون أنا هي اليوم في تدرس حال محل تدرس تاكل نسيت شو بدل أو يجمعك ما بدل كل ومصير إذا ما خمو مطالب تدرس بتعرض شو ما بديش بعد تدرس صي عيني عن الليبل بتاع الروم عشان خط الكوفيتيز جوه مش كنت لا طبعا كنت بقول لك معانا قال لك البيت يا ولاد اللي بكون طالع رئيس تركبش وفي قال ان هم عاملين تركبش مش كنت لا ما اعرفش ايه معنى الكلام ده ما حدش جاب سيرته خالص فحط جمله اعتراضيه كده قال لك والبيت اللي بكون طالع ولاد اللي بكون طالع ار اكسترا كابسولار وده لسه اللي هم قايلين اللي طبعا الفيما كلها اكس تركبش ما بيقول اي حاجه مش وصلنا الكبير اكس تركبش فرجينا مع بعض يبقى ده بالنسبه لي الموضوع عشان تعمل حاجه يعني جمله ده بالنسبه لي ولا ايه الكبسول انما في الاصل ايه سوبر ريهمان ناش فاهمين الليجر بتقول انك تذاكرها حاجه قاعد قدام واحد بيسمعها اول عشان تبقى اهميه الموضوع ايه جدا في دماغك لان مش شغل الحمق الليجر الموضوع الثاني يعني في اساتذه في القسم مش قال اثنين او ثلاثه ليجر بتهيب ليجر بتنين ليجر بتحكي ليجر بتقول بس انت حليجر لكن تروح كده عنده وبالتالي كمان ما تقولش بقى بتطلع لا ارض ولا ليفر ولا مصر لما بتكلم انت بتذاكر ليجر تعرف انك ممكن تبقى اللجنه كلها ليجر مش الاعراض المطالب بتاعتها. فربنا ربنا ده بالنسبه لي انا كنت حد بيسال حد بس راح في الاطار زعلان قوي يعني مش احنا اللي بنسال كده ما احنا عارفين في ناس كده لو مش عارفين بتبقى مفاجاه ما احنا عارفين. او بعد كده قالوا لنا بعض اللي كانت بتستعمل شويه تعرفهم ايه اربعه اكسترا كابسولار وثلاثه انترا كابسولار. بره جوينت وجوه طبعا دي شورت شورت مهم جدا تعرف عليه. لازم يبقى هاي السبورت شايف. شوف انت جسمك ده كله اتشال على اي جوينت اللي هو لارجست جوينت في جسمنا. الجزء ده مسؤول بكام ليجر في الترنيل لو كده باربعه اكسترا كابس طبعا الليجر بقول الاولين اللي هو الليجامين كارباتيلي الناس اللي وصلت الكتاب الليجامين كارباتيلي ده بيجي من الابس بتاع الرتيلا روح الاتجاه الفرست اول سطح بيقول لنا اصله ايه؟ قال لك ابتداء التندو بتاع الكوادريسبس كانت الكوادريسبس بتنزل تروح للماتيلا وتاخدها تصدعك الليجامين الكابس يسموها البون وتيجي من الابس الاتجاه الفرستي انا بقى اسال سؤال اول سطح في الصفحه بيبقى بيشرح الجامد كارباتيلي اللي هو بتاع الليجر قال لي هو اصله ايه؟ ده خلصنا منه وبعد كده تاني بقى الجامد بيقول لي الثالث ما انا ثالث بيجي من اتجاه منين؟ الابس بتاع الماتيلا اللي جاي من اتجاه الفرس ثالث سطح فانكشن ايه؟ سبورت دي شو قلت قدام ده ليجر بتتسع بيه تولاد لجامد كارباتيلي او بتاع الليجر وزي ما قلت ده بيستخدموا في الكليجر ده بطريقه بعد كده في حاجه اسمها ديريكتريكس كده قصه غريبه هتعرفوها فوق الركب فلازم اعرف اسم الليجر ده ليجامين كارباتيل ايه اللي بالصفحه اخرها في ليجر الخرنان مش كده مش هشرحه الليجر الخرنان اللي انا مش هشرحه دوت طب الصحيين كان اسمه اوبليك اوبليك تاتيكا الناس اللي عارفه مع سامي بيقولوا فتحت بنفس الصف الرسمه دي يا ولاد الطلبه الصحيين الليجر التانية دوت كبيرة ده بص من ورا دي تيجي ومن تيمر دي تيجي التيجي كان عليها من مية من طاقة من ورا ترانسفيرس جروب ترانسفيرس جروب كتير عرض اسمها سيلفي ممبرنوس سيلفتين كان بيطلع من السيرش بتاعها سيرش الاور دلاتر والداون دلاتر اور دلاتر طلع اور دلاتر لازم تروح على الكبسول من ورا وروح من دلاتر من طاقة وتيمر من مية الاوزاتيجا للاتر وتيمر من مية الاوزاتيجا للاتر وتيمر من مية الاوزاتيجا للاتر وتيمر الليجر اللي اكتسبناه اوبليك اوبليك ليجر وده امتداد لعضله اسمها سيمي ممبرنوس وانا من زمان قوي بتعمد وانا بشرحه بجيبهم مع بعض الليجر اللي قدام امتداد لعضله واللي ورا امتداد لعضله يبقى مخبط التو ليجر يبقى التو ليجر تعتبر امتداد لعضله اللي قدام امتداد للكوادريسيبس واللي ورا امتداد لعضله اسمها سيمي ممبرنوس مصر وما سميتش الثاني تو مصر عملنا التو ليجر حوالين هذا الجوينت اللي قدام سميته ايه واللي ورا سميته ايه؟ اللي قدام ليجامين كارباتيلي واللي ورا اوبليك اوبليك ليجامين ممكن نسميه بوستيرو ليجامين اوف ذا نيت ولا ثري سنين وعلى حسب تلاقيها من الصفحه دي فتحناها زمان قوي. بعد كده الجوينت بتتحرك اثنين ليجامين ميديا وليجامين لاتا ميديا كلاتا ليجامين كلاتا كلاتا ليجامين او ميديا تيبا او تيبا كلاتا ليجامين وتيبيا كلاتا ليجامين. ببدا بالتيبيا مش تاكور لايك ستارت فيري سترونج ليجامين. الناس اللي قاعده صح يا سمعني كويس قوي اللي انا بس قدام الكليات معاكم بس ما حدش يبقى سرحان اللي عندنا هنا كده ما بتتحركش ليه؟ انا بقول ايه؟ اللي عندنا الطلبه الصحيين
كل الناس بقى السنة معايا كده لو خلاص دي صح ولا لا معايا. الجوينت اللي عندنا ده ليه جوينت، انسوا بقى اللي جنب دي لحظة مش كل جاي. لما اجي ابص على دي جوينت من جوه هلاقي عنده ميديال كونتاين ولاترال كونتاين. ده راكب عليه منسكس اسمه ميديال منسكس وده لاترال منسكس. المنسكس ده كارت اللي هي راكب على الكونتاين ده من فوق اسمه ميديال وراكب على الكونتاين اسمه لا. الميديال او اللاترال منسكس وظيفتهم زاوية الكونكافي بتاع السيرفس من فوق. لان البوردر الخارجي بتاخد بيبقى تخين والبوردر الداخلي بيبقى رفيع، الخارجي بيبقى تخين والداخلي رفيع. لو شلت من السكاي كده تيجي قرب مش كونكيف قوي. فلو حطيت المنسكس ده المنسكس ده هتعمل ايه بالسيرفس لما كده؟ تزود الكونكافي عشان يتناسب مع الهيد اوف تيما. اسال سؤال للكونتاين بتاعت التيما. فين السكاي هنا في الرسمه دي؟ حد فينا شايفه ولا لا؟ ده ايه المنسكس الرياضي ميديا وده ايه المنسكس الرياضي لا؟ ده موجود فوق مين ده كونتاين وده موجود فوق مين لا ده كونتاين حد شاف. بعد كده لو سالتكم سؤال الطلبه الصحيين دول التوب سكاي بتوعي الناس اللي سامعين كويس. الجوينت ده مين ده ولاد الجوينت ده بسميه مين جوينت. الليجمنت هنا ده اللي ليجمنت ولاد هي الكولاتا ليجمنت. ده بص على الفيديو سايت في بيلاغي دي الكولاتا ليجمنت جاي من فوق من انهي كونتاين من مين. فانت تحت الميدا من الميدا اللي كونتاين روح للميدا سايت بتاعتي ميدا كونتاين. هو معاد المبرر جوه طبعا المفروض هنا كان يبقى في اولاد كبسول بينزل على كبسول والكبسول نازل على الريسكال ده. لو بصينا كده مع بعض الترتيب مين اللي جوه ده كمين ده ولا ده كده بس طبعا مين اللي بتشال الكبسول. يبقى ليه بتنزل على الكبسول نازل على الريسكس اللي بتنزل على الكبسول نازل على مين ولا الريسكس اللي جامد نازل على مين على الكبسول الكبسول نازل على مين ولا الريسكس. ده الريسكس الميديا ما حدش بيبص في الكتاب خالص خالص بتسمعه بس لحظه. ده الميديا كلها دلوقتي هي كلها ليه هنرجع لهم تاني كتير قوي. انا دي حاجات عايز اوصلها 100% ان شاء الله. هنروح نتكلم بقى اولاد ده هنا في بيراكولاتا ليه؟ في بيراكولاتا ليه بتيجي من لاترا اللي بيكون ده يروح للهيد اوف تيما. بيراكولاتا ليه كانت تبدو بتاع بايسبس وتلس حواليه زمان. لو خدت في حاجه بس مش فارقه دلوقتي معايا. جوه دي جوينت بيبقى اللي جوه ده الديسكس بتاعه بالضبط في الكبسول. التندو اللي ماشي جوه الجوينت ده مين؟ تندو او كوبليتيس. تندو الكوبليتيس ماشي جوه الجوينت. طب ليه جوينت لازم فوق تحت اسمه؟ في بيراكولاتا ليه؟ اور اتاتشمنت جاي منين؟ من اللاترال ليبروكوندايل. لور اتاتشمنت في الهيد اوف تيبيا. حاسس سرحان طبعا كله طب. الليجا بتنسميه ليه؟ في بيلار من اللاترال ليج. في بيلار من اللاترال ليج. في بيلار من اللاترال ليج. طب الريسكس اللي جوه دوت اسمه اللاترال ريسك. الناحيه الثانيه في تيبيا من اللاترال ليج اللي هو اللاترال ميتا وجوه الريسك. المنظر ده لو قارنته بمخك معايا. الريسكس ده بيتثبت في الكبسول والاثنين في الليجا. المنسكس ده بيتثبت في التندر اوبوبليتيس اللي فصلوا على الليجر ده. يبقى بالتالي مثلا سؤال عدد كام منسكس جوه مين جوينت اثنين واحد مين ده واحد ده مين مورفكس؟ مين ليه مين ده هيبقى مورفكس؟ هيثبت على التيبيا وثبت على الكبسول وفي التيبيا كلها تقريبا مين مور موبايل هيبقى فيهم؟ ده حاجه مش شطار جدا اللي مخه طيب. انا هوريكم كذا صور. الاوبوبليتيس العاديه جابوا بتشيل الات فيه المنسك ده لما تشد عليه الكونتيتيف بتتوسع وتحركه من مكانه كمان. يبقى اللاترال مور موبايل والميديا مور فيكس. اللي هقول ده عشان تفهموه. انا اقدر اروح لعنده. اضربه ازاي؟ انا جاي بحته كده طخ 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 بس كده مش عارف كده واضربه بالتاني. كل ما تبقى دي بوند واقف صار كده حاجه اسمها البوند. دي اللي تكسرها. لو حطيتها كده وقطعتها تاني انا عارف تكسرها ازاي. تزنقها تكسرها في الكتف. يبقى بالتالي مركز اسمها المين مور لاير والايه؟ الميديا المسكس ولا لا المسكس بعد ما كده الميديا وثلاث سيف في الشفا وسيف في الشفا. انسى بقى انك انت نايم بعد الدور ساعتين المحاضره ثلاثه عندك مشاكل نفسيه. هسالك سؤال ايه هو السؤال المفضل؟ مين اللي لعبه للايد؟ الميديا المسكس ولا لا المسكس وليه؟ الميديا المور فيكس. الميديا المور فيكس واللي سميته ان هو اتاتش ليجنت اسمه ليجنت. الناس اللي نايمه نصحى شويه كده ولا معانا البال ناكله مين ليجنت اللي سميته؟ تيبيا كلها مفصول عن البريستس اللي جوه الجوينت بتبدو بتعرض اسمها اوبليتيس. مسكين هذا الكلام ده مين اللي جبت ليه؟ سميته تيبيلار كولاتا ليه؟ تيجي تيبيا. تيبيا كولاتا ليه بتتلات وتراينج ببعض. بيجي من فوق بين التيبيا كولاتا ليه من الميديا اللي بيكون ضعيف.
لما تيجوا تلفوا على دنيا كده بينهم الانذكار، مين اللي بيوسع ويهرب ومين اللي ثابت في مكانه؟ لما تيجي اللي ثابت في مكانه هو الفيديا، بيسمى الدليل اللي بيبقى فيه ايه بروسيلين. الفي بي ار موجود بس في عضله ممكن تشد وتوسع في الزمانات اللي بقى، فبلاقي الفيديا اللي لفت منسكس ريد من الجسم، ومين اللي ميت؟ الفيري كومن يموت معايا ميت المنسكس. والكلام ده بيتسحب في الشفوي، رباط الصورة عاوز ياخد في وش كده، فما صح كده. الكلام الموجود في الكتاب ده بتاع الصحيين لاساس البروتوكول قالوا ايه؟ عندنا كام منسكس موجودين يا ولاد؟ اثنين. وكام نيجا موجودين؟ اثنين. كل واحد بيذاكر في البيت. الفيديو كلها تليجا والفيديو كلها تليجا. ده شكله ايه وده شكله ايه؟ واحد دور زي واحد فلان فلان. ايه ده؟ ده مين ده؟ الكوبايه ثلاثه، الكوبايه تحت الفيبلر بيهدوا فيبلر. اما تاني اتاش في مين يا ولاد؟ اتاش في ثلاثه في مين؟ الكوبايه هتاخدهم بالمسكس. بالنسبه للفيبلر ده بعيد عن نفسك بتاعتك بتاعتك اسمها بريتيس. اما تاني لازم الكبسول لازم بيبقى بول ده يقول مين يا ولاد؟ الجين اللي هو عايز المسكس. طب كده مين ده المسكس؟ طب يوصلوا تاني. اربع ايه بس اسباب طب الصحيين عندهم لا تريد خطر تطلع كل حاجه، انما دافع جامد اللي بيدفع اللعيبه دي مين اللي ثابت في مكانه ومين اللي تصيب له بعد كده؟ اتقطع اللي يبوظ الدنيا اللي لسه بتاعته، مش كده ده؟ قالوا ايه؟ الناس اللي سمع معايا كده الخطه الثانيه دي اللي هي بتوصل لما كانت لنا في الكتاب، اه اللي كل واحد بيعمل عندنا ولايه الدنيا كده تيجي بتسميها تيجي لكلها ليه؟ كورد لايك والثاني ثلاثه دماغ، اول بنت وتيجي كده بحر كورد لايك ده شكله، والتاني فلاتس اندبالك ده شكله، ده اول سطر كده بيبقى شكله. الى ده اكسندد اللاتر اللي كنت عامله فيه وقت زهيدو فيه ده الاكتاج بتاعه. هي الاول من الناحيه اللاتر سايد. التنجل الجمله دي مقدسه. تنجل البوبليتيس انسايد الكبسول سيميريت ديستريجر فروم لاتر ريسك which is therefore the therefore دي عايزه على مين؟ على المينيسيس. Therefore, the meniscus is free and mobile. That's what I mean. The thing. The thing is for that ligament to know a meter. Then, attach the media to the condylar femur above. But after the margin of the media, the condylar femur to the below. Deep in the tail of the leg, the SGS rheumatoid, the Latina amida cell, the muscle and the bones of the venom from the flame. It is afterrun and reinforced. Any nadia, the media is us. It is for verbally attached. Then the meniscus in the meniscus. It is why the meniscus meniscus is more fixed than the other meniscus. It is frequently torn with the medial meniscus to two millimeters. مش كم ده ده عايز يلف كده على رجله الثابتة وهو بيلف كده في ما بتلف على تيبيا. لما تلف في ما على تيبيا جامد لما العيال حط رجله كده ولف بيه على تيبيا بتبقى العضلتين يتحصوا في الكافيه. مين اللي يقدر يحصل بينهم لما كده؟ ميدال ميسكس. مين اللي بيهرب؟ اللاتا ميسكس. مش كم ده فزي ما بقول محدش يبقى صحيح. ده مين اللي عندنا ده اولاد لما كده؟ يعني جوينت اولاد يمين جوينت التاني. كم ليجر بتخزينه كده؟ اربعه. لما اسال سؤال الاربعه ليجر اثنين اكسترا على اليمين وش ميدال لاترال واحد قدام واحد ورا. اللي قدام وورا دول امتدادات عضلات واللي ميدال ولاترال دول كولاترال بتوع اللي هم تيجر وتشوفين هذا الكلام وانا عارف ان كده الكلام لو ذاكر في سلسله الكلام مش صعب صعب. كم ليجر كده موجودين؟ اربعه. حتى فينا اللي قدامين سميته ليجامين كامباتيل. قدامين سميته ايه؟ ليجامين كامباتيل. الابتدائي ايه ليجامين كامباتيل؟ الابتدائي تو اوف كرايسس. لو دخلت ني جوينت هنلاقي فيه اولاد كومن سكاي ميت ديال ولاد واتنين كروشيت انتيرو بوستيرو وليجمنت الارتس والترانفيرس ليجمنت اوف ني جوينت. فجوه ني جوينت ايه اللي موجود اولاد؟ السكاي ومعاهم الكروشيت وترانفيرس ليجمنت. في جديد النهارده ولا مفيش؟ حتى لو مفيش ماضي ديزيز لما قعدت كده اولاد عندنا اللي جاي بتاخد الدور اللي هو عليه في كومن سكاي نكمل من حد بس اول حاجه عشان التركيز اللي راجع بس انت جاي متاخر من عرض اهو. المسكاي بتاعتنا ميدال وير
انه كيف البليت واللي ترتبته وين فايبر كارز كده طعمته شكله وين وين والله بتاعه. بعد كده بدا يتكلم على الكابلات وبعد كده على الايه يا جماعه الاتنشن بتاعه واقف فوق مين ده المدار الفيديا واقف فوق مين وين ده كومباين ورجع للشيك جيم الاوتر بوردر بتاعه الثيك والانر بوردر بتاعه الثيك ولما حد السرحان يبقى دوت يكون كاتب وبالتالي الناس اللي عندها نوع من الضمير كانت تركيه دوت السرحان قوي لو سالتكم سؤال المنظر بتاعنا هنا كده اللي بنسكاش الرسمه دي كده مين ده بيدفع فلوس السودان ده مين ده وده مين يونان لا التطور الصحي معايا كده زي ما تقول طبعا الرسمه اللي فوق ديت مقدسات اللي فوق ديت اللي هتتقلب دلوقتي تبقى تحت عامل ايه؟ قالوا ليه؟ ده مين ده بيدفع مين ده ولاد لا فابريس ده مين ده بيقول لا كل مين ده بيدفع ولا فابريس بس اللاتر بوردر الاوتر بوردر بتاعه ده اما الانر بوردر ده الاوتر ده بوردر تحرك ايه؟ تاني والانا برضه دخل ايه تاني؟ الناس الصافية اللي جاية تعلم، ده هنا كده أي ريسك فيهم، ده مين ده وليه كده؟ الأوتر بتاعه الزيت والانا بتاعه الزيت وليه الزيت؟ لو عملت فيه كروس سيكشن، لو ضربت ازاي الكروس سيكشن بتاعه؟ أي حتة بينه لو عملت فيها كروس سيكشن تبقى منظرها إيه؟ مثلث. ليه تبقى مثلث لو حد سرحان؟ الناس اللي عندها دم خطير هنا كده وليه خطير؟ ده يبقى مين وليه؟ المثلث بتاعي لو عملت كده هنا ايوه اسال بقى سؤال المنظر بتاعي ده المنظر دوت بس ايه بس؟ اسالكم بقى سؤال طبعا كلنا طبعا القصر ايه؟ اعمل كده معاك انا عارف في اولاد قال لي تو من سكاي شايفين المنظر ده؟ الاوتر اللي عامله هنا ده اولاد ده كروس سيكشن فيه قال له احكي بقى يقول فين الكروس سيكشن بتاعه؟ فين الاوتر وفين الانر بتاعه؟ كده لا هي حته فيه الاوتر والتانيين ده انر لما امشي فيه كده محدش شايف مين مش فاهم؟ ايه؟ انا بقيت اوعى بعد كده بقيت خلصنا على كده. الديسكاس ايه بوردر خارجي بوردر داخلي مين الانر بوردر ومين الاوتر بوردر بتاعه؟ ده هي بوردر وده هي بوردر وده هي بوردر مين اكبر من التاني؟ مين عالي مش ده واطي مش كده ده الاوتر عالي والانر واطي لو انا بصيت في كروس سيكشن كده ده كروس سيكشن في ناحيه بس حته هي كده عملها كروس سيكشن فين الاوتر فين الانر في الكروس سيكشن ده؟ فين هنا في الرسمه فين الاوتر هنا؟ ده يبقى عادي بقى مصيبه لو كده اوتر وثاني واحد كده لو كده انر بلاش مش كده لا يبقى المركز الثاني الميسك بتاع الناس كام حاجه ولا مش عاملين؟ انا بيت مش كل الكلمه دي تاني يبقى الميسك دي اوتر بورد شكله ايه الاوتر بورد عامل ايه؟ الرسمه دي اقدر اتلخبط فين لو كده اي حته بيت تطلع كده عشان الاوتر عالي والانر ضعيف مش كده شوف
بزاوية الحكام الإنتهائي. طبعا كده لبراجراف الأولاني تفرغ رشيد، ده المدخل بتاع العقل. بدأ ياخد كل الريسكاس ويبطل العقل، مش كده بقى ميديا ريسكاس ولاد بنات ولاد بطة بره كده. طب دكتور إيه؟ دكتور إيه؟ ليه ده؟